السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التصوير بالمصري. معاكم أحمد فتحي, وحلقتنا النهاردة دردشة خصوصا المبتدئين وخصوصا المذبذبين, فخلينا نتكلم عنها كده. بس قبل ما نبتدي كلام نصلي على النبي ويلا بينا. موضوعنا النهاردة أنا استشفيته واستنتجته من رسائل الناس من 4 سنين, من يوم بدأت القناة دي, بدأت صفحة التصوير المصري على الفيسبوك. السؤال المحير اللي بيتقال بكذا صيغة بس هو معناه واحد ومغزاه واحد. معايا بادي اطوره ولا اجيب عرسة اغلى, ولا ابيعه واغير واقلب الماركة تانية خالص, ولا استثمر في اضاءة, ولا ايه؟ انا معايا بادي كذا وعرسة كذا ومعايا 5000 جنيه على جنب, اعمل ايه؟ السؤال ده لو اقول لك بيتسأل لي مثلا, اقول مينيمم بيتسأل لي مثلا 4 مرات في الشهر مينيمم, وده رقم قليل جدا, فهو فعلا بيتسألني 4-5 مرات في الشهر من اشخاص مختلفين, وانا عاذر. والناس دي بتكون معظمها مبتدئين, وحتى فوق المبتدئين بشويه لو واحد محترف, بس برضو ايه في شويه تذبذب. فخلينا الحلقه دي نتكلم ونشوف بقى نعمل ايه لو انت معاك الفلوس دي, او لو انت معاك بادي. هقول لك كل حاجه. بص يا سيدي, دلوقتي انت لو يكون معاك فلوس وعايز تستثمرها في التصوير او حاجه زي كده, فانت قدامك حاجه من كذا حاجه, يستثمرها في اضاءه, يستثمرها في بادي احدث, يستثمرها في لينس اجيبه او اطور من لينس معايا, او ابيع واطور نفس اللينس. يعني فكره في لينس, انا اتكلم على معدات التصوير ذات نفسها. طبعا مش لازم اذكر ان الشخص هو الاساس, والمصور لازم يكون بيعرف يصور, والتعليم هو الاساس مش الكاميرا. الكاميرا معده مهمه بس بتساعد, والمهم المصور له مفروغ منه, عشان مش محتاج ان انا اعيده تاني واقعد اكرر فيه تاني عشان بقالي سنين بقول عليه. نيجي انا معايا بادي. طيب مبدئيا, هل البادي اللي معاك ده بادي تحت انهي كاتيجوري او تحت انهي قسم؟ بادي مبتدئين, بادي فئه متوسطه, بادي فول فريم حاجه قليله شويه؟ هنا الموضوع بيختلف بقى من واحد للتاني. عندك بدل النوع انواع, بدل الماركه ماركات, ومثلا في المبتدئين في نيكون مثلا سي في 9-10 كاميرات. يعني المفروض مثلا واحد معاه سي نيكون 300, بادي قديم شويه ضعيف شويتين, هنا بنصحك ساعات انك تطور البادي, يعني روح هاب بادي احدث من ده. انما في ناس بتجيلي ساعات مثلا انه معاه سي نيكون 7200, معاه كانون 70D, كانون 80D, حاجات اللي هي اعلى حاجه في الكروب فريم مثلا, او كاميرا محترمه, مش فول فريم بس كاميرا محترمه. فهنا انا مش هديك اجابه جذريه, ومش هديك اجابه جذريه عامه, انا هديك وجهه نظر وانت براحتك. معايا بادي كويس, وجهه نظري في انه كويس, بادي متوسط في السوق, بادي امكانياته كويسه, ما اجيش اول حاجه افكر فيها ان انا اعلى بالبادي, غير في حاله واحده انا عامل جمعيه 20-30 ألف جنيه, ان انا هبيع العده اللي معايا كلها واحط الفلوس دي كلها وهعمل تطوير شامل. هنا هقول لك انت بتغير بقى باكج الباكج, من عده لعده, مش بتغير جزء. معايا بادي عالي او بادي متوسط, بادي كويس, بادي الناس بتشكر فيه, بادي محترم ممكن تكون فول فريم, بادي معقول, بادي متوسط. انا في ناس بتجيلي يقول لك انا معايا 5-300, عايز اجيب 7-200, عايز اجيب 700, بقول لا ما تجيبش, هات عدسه, استثمر في عدسه افضل, ان 5-300 نفس سنسور ال 700 مثلا. فانا عملت ايه؟ في حاجات احسن في 700, بس برضو انا عليت من كروب لكروب, والفرق مش اللي هو, والريزوليوشن هو هو في الاخر. حاله زي كده ما بقولكش هات بادي او علي في بادي, البادي معايا بادي متوسط كويس, مش متوسط سيء, متوسط كويس, فلا انا ممكن اتوجه لحاجه تانية زي العدسه. في ناس بتجيلي كتير, والناس دي يعني السؤال ده بيبقى مستفز وبيزعلني قوي, بس انا ما اقدرش اقول للناس كده. واحد يجي يقول لك انا عايز لينس لكل حاجه ومعيش غير 2000 جنيه. طب الشركات دي مش اغبياء, هو ما بيحطلكش لينس ينفع لكل حاجه الا لو بيرمي لك فيه سعر كبير, عشان عارف ان انت هتجيبه مش هتشتري جنبيه حاجات كتير, فهو هيخسر. زي لينس 24-70 اللي بيكون ب 25 و 30 الف جنيه جديد كانون مثلا, وبيجيبوا مستعمل ب 15 ألف جنيه. ليه غالي قوي كده يا عم؟ اف 2.8 24-70, لانه لينس بيلم لك حاجات كتير قوي ممكن تجيبه وتقعد بيه سنين لينس واحد. فما تجيش تقول لي انا معايا باكج قليله او معايا فلوس قليله وعايز اجيب لينس يلم كل حاجه فيه, بس مش هيكون احسن حاجه. فلما اقول لك كده, لما اقول لك مثلا هات 18-135 كانون لينس فيه بعد بؤري اكبر, ينفعك في السيشن وينفعك في القاع, بس هو مش احسن لينس في كل حاجه, ما تجيش تقول لي عايز حاجه اعلى والباكج اللي معايا مثلا 2500. انا هقول لك ايه هنجيب ايه؟ لا, في الحاله دي انا معايا مثلا 5-300. انا بحب 5-300 عشان كده بتكلم عنها, عشان هي كاميرا مشهوره وكاميرا متوسطه, محدش فهمني غلط. معايا 5-300 و18-55, وعايز اطور, معايا على جنب مثلا 2500 وعايز اطور, هعمل ايه؟ لو جيت تبيع البادي تجيب بادي اعلى, ال 2500 دول مع ثمن الكاميرا مش هيجيبوا لك حاجه واو, هتطلع على 700 بس مثلا. ال 2500 دول يعني مش هيجيبوا لك اضاءه كتيره بالنهار, يجيبوا لك اضاءه مثلا ليليه فقط. فلا يا عم, انت ممكن تجيب بيهم 50 مللي الجي مستعمله. ما قلتلكش طور بقى 18-55 ليه؟ لان لو حطيتهم على 18-55 2500 دول هيجيب لك 18-140, عليت بالزوم
ما عليتش بالكواليتي، هي هي ما فرقتش كتير. فبنقسم فلوسنا صح، 18-55 الفلوس اللي معايا مثلا دي هجيب بيها عدسه 50 ملي، يبقى معايا عدسه للسيشن وعدسه للقاع او عدسه الاماكن الضيقه، والبودي بتاعي بودي متوسط وهيعلى الكواليتي بتاعه بعدسه زي ال 50 ملي. ما بقولكش حاجه، كل اللي بيجي لي كده لا، حاله من الحالات، سؤال من الاسئله. في تفكير تاني بقى للناس اللي بتكون اصلا شغاله او بدات شغل فعلا بنفس ال 2000 ونص دول، بيجي يقول لي انا معايا 2000 ونص ومعايا بودي 5300 و18-55 اجيب ايه، استثمر في ايه؟ لا، في الحاله دي يا معلم انت اشتغلت، تنزل شغل، بتشيل مسؤوليه شغل ناس، ومثلا سي انت مصور ويدنج او مصور يعني اشخاص او حاجه مناسبه مره في اليوم، مش هتتكرر تاني. هقول لك استثمر في اضاءه ليليه، هات لك فلاش وهات لك اوكتا وهات لك ستاند وهات لك تريجر، عشان موقفك انت، حالتك انت، الاضاءه بالليل بالنسبه لك اقوى من اللينس. يعني دلوقتي لو انت معاك ال 70 200 بالليل ومعكش اضاءه، طلع صوره عامله ازاي؟ الاضاءه من اهم العوامل في التصوير قبل الكاميرا وقبل العدسه على فكره، عشان تاخد بالك. الموضوع فيه فروقات فرديه وفيه سوء تفكير ساعات بيزعلني من الناس. انت بياخد فلوس ويروح يوم جايب لينس غالي وهو اصلا معوش اضاءه، يروح يرفع لي البودي بنفس اللينس القليل اللي معاه، يروح يجيب اضاءه وهو كاميرته مثلا قديمه قوي، سي مثلا زي نيكون 3000، نيكون 300، الكانون مثلا 40 دي، كانون 50 دي اللي ما تسمعش عنهم دول. فهنا في اختلاف حالات، انت مش زي غيرك وغيرك مش زيك. بس قبل ما تاخد خطوه في حاجه زي كده وتستثمر في حاجه، اسال نفسك الاسئله دي: بادي اللي معايا بادي قليل ولا بادي عالي ولا بادي كويس؟ من كويس لعالي ما تغيرش البادي. اللينس اللي معايا ده لو جبت عليه لينس تاني هبقى انا كده معايا باكج متكامل كويس ينفعني في كل الظروف ولا مش هيبقى معايا؟ لقيت ان انت معاك باكج كامل ومعاك اضاءته والكلام ده كله، ممكن تجيب لينس تاني جنب اللينس اللي معاك او تصور لينس اللينس افضل. الكلام ده كله معايا بادي كويس ومعايا لينس معقول متوسط لينس كويس ومعيش اضاءه، يبقى اول حاجه افكر فيها اضاءه لو انا تصويري بحتاج فيه اضاءه بالليل. انت مدير نفسك، بس دي شويه تيبس كده تفكر فيها لما تشتري حاجه، وبرده تستثمر في حاجه هتنفعك، ما تستثمرش في حاجه مجرد زياده عدد. في ناس بتدفع 1000 ونص 2000 جنيه يروح يجيب لك 75-300، طب انت جبتها ليه؟ اهو لينس زياده. انا كنت زيك والله، انا كنت زيك في يوم من الايام، اول ما بدات بعد ما بدات بسنه كان معايا فلوس تروح تشتري 55-200، ما كنتش فاهم قوي في التصوير، ما كنتش ملم قوي في التصوير ان انا هجيبه ليه اللينس ده، ينفعني في ايه؟ ينفعني واشتغلت بيه ودخل لي فلوس مفيش مشكله، بس كان في حاجات مثلا افضل كنت ممكن احوش اجيب حاجه 50 ملي بالنسبه لشغلي وقتها. ولكن قله الخبره مع ان انا كنت مبتدئ، مع الكلام ده كان من 6 سنين مثلا، فمفيش خبره، فطبيعي لما اتعلمت جيت اقول لك كده قله الخبره اللي عندي، تستثمر ازاي وتفكر ازاي وتهندل امورك ازاي. رب اكون ما طولتش عليك، ورب تكون ما زعلتش مني. لو انت من الناس اللي بتخش تسالني السؤال ده، انا مش زعلان منك كزعل، بس السؤال بقى نسبيا يعني مستفز، او سؤال يضايق، او سؤال بيزعم التفكير فيه، اللي هو واحد بيفكر انه يروح يجيب حاجه ومش مش تنفعه، بتضايق عليه مش بتضايق ان هو بيسالني. فاتمنى اكون فدتك، اتمنى اكون ساعدتك في اي حاجه. لو الفيديو عجبك يا ريت تدعي لي، مش مهم اللايك مش مهم الكومنت، ادعي لي بس دعوه بظهر الغيب. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات تحت الفيديو، او لينك صفحه في الوصف تحت الفيديو، كلمني عليها ارد عليك على طول. وسلام.